هات كعبة كبيرة. حسام غالي استنى لوليد سليمان، يلا يا حيوان، يلا يا حاوي، يلا يا حاوي. ركلة حرة لنادي القوة الجوية، ركلة حرة حلوة ل ركلة حرة لنادي القوة الجوية، هي حلوة. شو تسوي؟ قمة اللي ينتظرها الجميع في هذا المساء الذي تجمع اليوم ما بين يوفنتوس وانتر ميلان، وهذه المزيونة العسل، هذه القشطة اللي تنتظر بالمدرجات المباراة.